هاي، كيف كنت؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج العقرب، رح أحاول أحكي فيها عن مشاعر الحبيب، نوايا ونتيجة هالعلاقة، يعني مستقبل العلاقة. رح أحكي بالتوازي كذلك عن مشاعرك أنت ونواياك، ورح أحكي عن العزاب، ناس عم ينتظروا قدوم شخص جديد بحياتنا. أوكي، وكما عودتكم، ويعني كيف ما بقول كل مرة، على أنه هذه القراءة تقبل أن تكون عكسية، وحاول أن تشوف يعني القراءة التي تنطبق عليك أكثر. إذا حسيت أن هذه القراءة لا تنطبق عليك، حاول تشوف البرج الشمسي أو القمري أو الطالع، لأنه أنا بنوي على هالثلاث أبراج. أوكي، هذا كل شيء، ورح نحاول نشوف شو رح يطلع لك يا برج العقرب. وما تنسوا تعملوا لي لايك سبسكرايب لقناتي، تحط لي كومنت. برج العقرب نوفمبر، عم يطلع لي يا برج العقرب حاليا على انه طاقتك متعلق بشخص عم تحبه. هذا الإنسان ممكن يكون برج مائي، بس عم شوف في تعلق من طرفك نحوه. كذلك ممكن يكون برج الحمل، عم تحبه لهذا الشخص، وفي تعلق كتير قوي. أوكي، نحو هذا الإنسان. ممكن كذلك حتى طاقة الشريك عم شوفه على أنه يمر من أزمة، ممكن تكون أزمة عائلية. بحس حاله أنه كتير تعبين، كتير تعبين، مش عنده قوة أنه يقف على على رجليه. أوكي، ممكن حتى ممكن هذه الأزمة تكون سببها الوضع المادي. أوكي، كتير هذا الوضع عم يشغل باله بالوقت الحالي. أما مشاعرك نحو هذا الإنسان، عم شوفه يعني عم شوفك أنت يا برج العقرب، مشاعرك ممكن ما بتحكموا بعض، خاصة أنت يا برج العقرب. عم شوفك في لحظة من الصمت، لحظة من التفكير، عم تفكر هل هذا الإنسان يناسبني؟ يعني هذا الوقت الذي يعني قضيته مع هذا الشخص كان يستحق أو لا؟ عم شوفك بالوقت الحالي عم تفكر كتير بالعلاقة، واخد وقت مع حالك، وعم تشوف هل العلاقة كانت تستحق انه تكون يعني يعني تستحق مني كل هذا التعب. اوكي، كذلك هو بيشوفك، خاصة اذا كنت امرأة يا برج العقرب، عم شوفه على انه بيشوفك يعني فتاة الاحلام اللي كان يتمناها بالسابق. اوكي، عم شوفك شخص كتير عنده القدرة على انه يحقق احلامه، وشخص كذلك يتميز بطاقة، في نوع من طاقتك عم تجذبه يا برج العقرب، في نوع من الغموض بشخصيتك بحسه جميل جدا. اوكي، كذلك عم شوف خاصة نحو يعني المشاعر او الاشياء السلبية اللي ما عم تحبها فيه. ممكن شخص، هذا الانسان شخص حساس زيادة، شخص حساس زيادة. هذا الانسان ممكن يكون برج الاسد. المهم يعني الطاقات اللي عم تطلع عندي، لانه انا بنسى كتير، برج العذراء، في برج الاسد، كذلك في برج الثور. هيدي كل الطاقات اللي عم تطلع عندي، بس في الابراج الهوائية، الابراج المائية كذلك، حتى النارية عم تطلع. اوكي، عم شوفك الاشياء اللي ما عم تحبها فيها، لان هالانسان اوقات بتحسه كأنه طفل، كأنه مش انسان ناضج جدا، منه هيك شخصية عنده نضوج فكري عالي. اوقات
بحسه ساذج اكثر، اوكي؟ بس على كل إن انت بتحسه انه شخص لطيف، اوكي؟ كذلك بتحب فيه انه مقدام، انه بياخد حقه بايده. شخصية قوية، يعني عنده اهداف كتير بحياته وبيحاول يحققها، اوكي؟ هيدا الاشياء اللي عم تطلع عندي، وخاصة انت نظرتك نحو هذا الانسان. اشياء اللي ما بيحبه هو فيك، ممكن بحسك غامض، شخص غامض، او ايد انت بحسك شخص اذا عمل لك ابسط الاشياء بتنتقم منه، بتحاول انه تفرجي انه انت منك شخص سهل وانه انا شخص قوي. ممكن انت بتكون صليط اللسان، خاصة لما يجرحك هذا الانسان، اوكي؟ عم شوف كذلك على انه الاشياء اللي بحبها فيك، بحب فيك على انه انت انسان غامض كذلك، على انه انت انسان غير متوقع، ردات فعلك غير متوقعة، او ايه انت بتغير بشكل بحبه، شكل بحس حاله انه يعني هو محط الاهتمام كتير، بحس انه حاله يعني انت شخصية نادرة الحصول، بحس هيك حاله، اوكي؟ انا عم طلع خاصة للنساء، عم شوف يعني للرجال، يعني بشوفك على انه انت شخصية، بشوفك على انه انت شخصية كما كان يحلم فيها بعقليته، اوكي؟ شو نيتك نحو هذا الشخص؟ عم شوفك على انه كأنه انت خسرت هذه العلاقة حاليا، في افتراق وفي انفصال انت والشريك، اوكي؟ عم شوف على انه العلاقة استمرت طويلا وكنتوا عم تحلموا تأسبات، اوكي؟ بس عم شوف في خسارة، كأنه بتشوف على انه هذه العلاقة انتهيت بعد وقت طويل. هو كذلك عم يحس على انه كل شيء خسره، ممكن كذلك لهذا الشيء هو تعبان، عم يفكر على انه كتير اشياء خسارة بهذا الوقت. ممكن كذلك خسر حتى الوضع المادي، ما صار عنده جيد، اوكي؟ ممكن هذا سبب عدم استمرار حتى العلاقة. ممكن انت يا برج العقرب كنت عم تريد تأسيس او ترسيم العلاقة اكثر، بس شريك حصل له مشكل مادي او اي مشكل، انا عم شوف في مشاكل خاصة بالوضع المادي خلاه انه ما يتحقق هذا الحلم، وما تصير وما يعني يجي على البيت ويخطبك، اوكي؟ كذلك عم شوف هل في رجعة او في يعني ما مستقبل العلاقة. نشوف المستقبل العلاقة جيد جدا، اذا كنتوا مفترقين وكان السبب الوضع المادي، عم شوف انه الوضع المادي سيتحسن ورح ترجع لبعض، وانه احلامكم رح تتحقق. حتى السبب او حتى المشكل بالعائلة، اذا عنده مشكل عائلي، عم شوفه رح يتحل حل ان شاء الله، اوكي؟ عم شوف في عودة للشريك، اوكي؟ وعم شوف حتى الموضوع المادي او الموضوع اللي عم يعني العائلي سيتصلح ان شاء الله. اما للناس العزاب اللي بينتظروا قدوم شخص، عم شوف في عودة شخص من الماضي، مش شخص جديد، عودة شخص من الماضي، خاصة اذا كان برجو اسد او برجو تور. عم شوف ممكن عودة بس بعد كلام رح تقوله انت، خاصة انت يا برج العقرب، رح تحكي اللي بقلبك، ورح تحكي اي شيء يعني كان بقلبك، اوكي؟ او جرحك هذا الشخص. كتير عم شوف انه في طاقة يعني رح تصرح باشياء كانت عم تؤلمك يا برج العقرب،
خاصة العزاب. أنا مشوفش عودة شخص من الماضي رح يطلب منك إنه تعود له، لأنه عم شوفه بحبك هذا الإنسان. نصيحة خاصة للعزاب، عم شوف إنه هذا يعني جيد جدا، إنه رح ترجع الأمور لمجاريها. عم شوف إنه الحب سينتصر، خاصة للناس اللي عزيب. هذه العلاقة لم تمت بعد، بس عم شوفها رح ترجع ترجع أحسن من قبل. أوكي، في عودة وفي انتصار وفي بداية جديدة رح تكون إن شاء الله. نصائح لبرج العقرب. أوكي، حلوة. في نيو مون بروميس، يعني انه كل الوعود اللي وعدك هذا الشخص رح تتحقق، وانه في بداية جديدة ان شاء الله رح تكون لإلك يا برج العقرب. اذا عم تتمنى انه يرجع لك هذا الشخص وانه يوفي بوعده، عم شوفه رح تتحسن الاوضاع ورح يرجع لك، وراح تكون الاوضاع جيدة جدا. اوكي، كمان هون بيقول لك انه فوكس، يعني حدد اولوياتك بالحياة، وراح يعني راح تأتيك المساعدة والموتيفيشن، يعني والتشجيع. اوكي، كمان عم شوف انه بيقول لك انه بتعرف شو بتعمل شو بتعمل، بس ثق في نفسك واعمل شو بتشوفه صح. اوكي، حتى لو تأخرت الأشياء رح تكون بالوقت المناسب. هذه الأوراق كتير جميلة جدا، وعلى أنه كأنه نصيحة لإلك، على أنه رح تتحقق الوعود اللي انحكت لإلك يا برج العقرب. كمان هون بيقول لك أنه بس حاول أنه تحدد أولوياتك بالحياة، إذا كان هذا الشخص هو الشخص اللي عم تشوفه مناسب لحياتك، حدد أولوياتك وحاول أن تشوف إذا شخص مناسب. وخاصة أنت عم تشوفك بطاقة التفكير العميق يا برج العقرب، حاول أن تحدد أولوياتك وتشوف هذا الشخص مناسب أو لا، لأنه عم تشوف أنه في مساعدة من السماء رح تكون إن شاء الله. كمان هون بيقول لك انه انت تعرف ماذا يجب عليك ان تعمل، فقط ثق بنفسك وقم بالاشياء اللي بدك اياها. هذا كل شيء يا برج العقرب. اتمنى ان يكون هذه القراءة ساعدتك ولو شوي، كشفت لك ولو اشياء بسيطة، وبتمنى لكم كل